مساء الخير مشاهدينا، حلقة جديدة ومواضيع منوعة نتابعها معي من خلال برنامج سيدتي. راح نتكلم اليوم عن سلوك بعض النساء العدائية بعد صدور دراسة توصلت أن أكثر من 500,000 سعودية يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم. أيضا راح نتعرف على مصممة أزياء برعت في تصميم فساتين الأعراس. لكن قبل كل شيء في البداية أمسي على زميلاتي في الرياض وجدة وأنتقل إلى خلود تعرفنا على فقراتها. مساء الخير خلود. يسعد مساكي ومسا كل من تابعنا عبر شاشتنا روتانا خليجية، أهلا وسهلا بكم بهذه الحلقة الجديدة والمباشرة من برنامجكم اليومي والمباشر سيدتي. من جدة مشاهدي الكرام عندي فقرتين، بالفقرة الأولى حنتكلم مع سعودية تؤسس مركز تأهيل للأطفال ذوي الإعاقات السمعية، كمان عندنا فقرة ثانية عن الوظائف، ما وحنسأل في هذا أو في هذه الفقرة ما إذا كانت المرأة أكثر إخلاصا من الرجل في الوظيفة، هذا بالإضافة لغيره من الفقرات المنوعة والمختلفة اللي بنتناولها من خلال هذا المنبر. وأذهب الآن وسريعا وأمسي على زميلتنا العزيزة بالرياض، يسعد مساكي. يسعد مساكي يا خلود ومساء مشاهدينا الكرام كل متابعي سيدتي في كل مكان. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على فقرات فرح وخلود اسمحوا لي اعرفكم على فقراتنا من الرياض، واليوم نتعرف على شاب يبرع بالعاب الخفه والخدع البصريه. التفاصيل طبعا مشاهدينا خلال الحلقه، لكن نرجع الى ابو ظبي نمسي على فرح والجميع بالخير ونتعرف طبعا على اهم عناوين سيدتي لليوم. يا مساء الخير مره ثانيه يا فرح. مساء الأنوار والسرور رنيم، شكرا لك. طبعا مشاهدينا قبل أن نبدأ نذكركم بمتابعة حلقات البرنامج عبر زيارة صفحة البرنامج على اليوتيوب الظاهرة أمامكم على الشاشة، وطبعا لا تنسوا التفاعل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وإنستغرام. أما الحين ناخذكم في جولة سريعة على عناوين حلقة سيدتي لليوم. في سيدتي اليوم، سعودية تعتني بأطفال الإعاقة السمعية وتطلق مركز لإعادة تأهيلهم في جدة. أكثر من 500,000 سعودي يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم. شاب يبدع في ألعاب الخفة والخدع البصرية. هل المرأة أكثر إخلاصا للوظيفة من الرجل؟ أحدث تشكيلة لفساتين الأعراس بتوقيع مصممة الأزياء الكويتية أديبة المحبوب. الفنانة كارول سماحة تنشر فيديو رقصها للتانجو على أغنية حدود السماء، والفنان عبد الله رويشد يكشف بعض المعلومات عن ألبومه الجديد. مشاهدينا هذه كانت أبرز عناوين فقراتنا لليوم، راح نتابع مع جولة على أبرز الأخبار تطلعنا عليها زميلتي رنيم من الرياض، إليك رنيم. شكرا لك يا فرح. ومشاهدينا فعليا الآن جولة مع أهم الأخبار الصادرة في الصحف السعودية. خبرنا الأول مشاهدينا بعنوان السعودية تمنع حضور النساء في مباريات خليجي 22. بالتفاصيل مشاهدينا، منعت اللجنة المنظمة للألعاب للمباريات في خليج 22 حضور النساء للمدرجات السعودية لمشاهدة مباريات منتخباتهن، حيث وجهت خطابات لكافة الاتحادات الخليجية. والجدير بالذكر أن خليج 22 سيقام في الفترة من 13 وحتى 26 من نوفمبر المقبل، وذلك في العاصمة الرياض. إذن مشاهدينا هذا كان الخبر الأول، بغرض طبعا التوضيح، لأن كان في كلام عن السماح لدخول السيدات، هذا طبعا يعني مطلب لعدد كبير من السيدات والمهتمات بالرياضة، لكن حتى الآن طبعا لم تتم الموافقة على دخولهن للمدرجات بشكل رسمي مثل ما ذكرنا. إذن خليج 22 مدرجات خالية من النساء. الخبر الثاني مشاهدينا بعنوان مدارس منطقة القصيم تطبق نظام البصمة. في تفاصيل الخبر مشاهدينا، نفذت مدارس منطقة القصيم تطبيق نظام البصمة في العملية التربوية والتعليمية تمهيدا لتأسيس ثقافة الانضباط وترسيخ السلوك بين منسوبي المدارس من معلمين وطلاب، وإضافة لتحقيق الأهداف المطلوبة من الوزارة والتعليم نحو رفع الكفاءة. طبعا مشاهدينا كلنا نذكر لما انتهت الإجازة، آخر إجازة طبعا إجازة عيد الأضحى، كان هناك يعني رقابة شديدة وضبط على موضوع أن يكون في التزام بالدوامات، لكن لم يلتزم الجميع، وبالتالي انتقلنا إلى خطوة جديدة الآن على الأقل في القصيم اللي هو استخدام نظام البصمة للجميع، للتأكد طبعا من أن يكون في متابعة للمواد الدراسية وحضور من كل الأطراف. إلى خبرنا الثالث مشاهدينا، وهو بعنوان 6 أطباء سعوديين يعودون حاسة السمع لطفلة عانت من الصمم منذ الولادة.
في تفاصيل الخبر، تمكن فريق جراحي مكون من 6 أطباء سعوديين من مركز الملك عبدالله التخصصي للأذن التابع لمستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي في الرياض من إعادة حاسة السمع لطفلة سعودية تبلغ من العمر 3 أعوام وقد ولدت وهي صماء، حيث أجري لها عملية جراحية لزراعة قوقعة إلكترونية في أذنيها. هذا وأوضح مدير المركز الدكتور عبد الرحمن بن حجر أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على مستشفى أو على مستوى مستشفيات الشرق الأوسط. إذن إنجاز جديد مشاهدين اسمحوا لي، لكن طبعا خلال العام الماضي كان هناك مؤتمر خاص في زراعة القوقعة تحدثنا عن هذه الإنجازات. خلال المؤتمر في العام الماضي تم استضافة عدد كبير من يعني المختصين في هذا المجال، كما تكريم السيدة التي بسببها مشاهدين هي سيدة ألمانية، استطاع الكثير من الناس أن يسمعوا لأول مرة في حياتهم، وإن شاء الله طبعا بانتظار الإنجازات التي دائما ستتوالى. خبرنا الرابع بعنوان العدل تهيئ 150 قاضيا للنظر في قضايا العنف الأسري. مشاهدينا في تفاصيل الخبر، تستعد وزارة العدل السعودية لتهيئة 150 قاضيا للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون. والجدير بالذكر أن هؤلاء القضاة سيكونون متخصصين في قضايا العنف الأسري فقط. هذا وفقا لما نشرته صحيفة الحياة، فإن وزارة العدل ستبدأ منتصف محرم الجاري أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري، وذلك ببداية ب 28 قاضيا. مشاهدينا الخبر الخامس والأخير بعنوان 10,000 وظيفة في مختلف التخصصات والتقديم إلكترونيا يوم الأحد المقبل. في تفاصيل الخبر مشاهدينا، دعا صندوق تنمية الموارد البشرية هدف جميع الباحثين والباحثات عن عمل لزيارة معرض اللقاءات الإلكتروني للتوظيف من الفترة من 2 وحتى 6 من نوفمبر لعام 2014 للميلاد، ويحوي المعرض على أكثر من 10,000 فرصة وظيفية في مختلف المجالات والاختصاصات للجنسين من الذكور والإناث في كافة مناطق المملكة، ويمكن دخول المعرض الإلكتروني من خلال الرابط والظاهر مشاهدين على الشاشة www.alicat.com واستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة ببرنامج حافز. إذا مشاهدين هذه الدعوة، ما شاء الله مثل ما سمعنا 10,000 وظيفة للسيدات والرجال سواء كانوا من المنتمين لحافز أو غيره، طبعا ممكن الدخول الموقع الإلكتروني أو طبعا زيارتهم مباشرة. إذا مشاهدين هذه كانت جولة طبعا في أهم الأخبار الصادرة من الصحف السعودية، لكن طبعا فقراتنا مستمرة ومتنوعة بعد الفاصل. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. أنت متفوقة معها والطموحة معها. أنت السعيدة معها، الرابحة معها. معها أنت الشابة الدائمة. سيدتي، سيدة المجلات العربية. في سيدتي بعد الفاصل، سعودية تعتني بأطفال الإعاقة السمعية وتطلق مركز لإعادة تأهيلهم في جدة.